رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. صلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قضاء سنة الظهر. ظهر كلبدي سنة لودي سرق عدود السنة قلين توضى وحي كي يميت ببابي بمعنى لودرق عدود الظهر كقدم بيا هذي كنافان إن لقل لي عسر ككذب إيه وحكو سعروري. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبيه كان وحوها إذا قرت لم يصلي أوسا تكنين أربعا أفر قبل الظهر الظهر كهرتي صلاهن أفر تيبو تكنشري بعدها ظهر كقداش. رواه الترمذي وبوري وقال وحونا حديث وحسن أو غريبنا وحصحيحي حديث الشيخ الباني عليه رحمة الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت وحيت كان وحوها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحوها إذا قرتي فاتته أي كتكتو أي دافتو الأربع أفر ترقعدوت وقبل الظهر الظهر كهرتي ساء صلاهن كت كذا أيوها بعد الركعتين لوضع ركعات قداش وضع وبعد الظهر الظهر كقداش يساء هذا. رواه ابن ماجه باوريي. لبدا حديث معناها وي كلا دوين كهرة وحوت المامية الظهر كأفر تكهر ريسا هدي صلاة الظهر انتو سنتو كان ان ايو سورو بويد الظهر كمركو تكذا كذب وأفر تلا ايمان جر. طبعا ماشا وحاكو جرا الظهر كسنة دي كدن بيسين اولا ايمان تي كهر ريسا يوضافتين ديبو ككين يا مركاس لكن كان دم بوحول وحو كدري أفرت الركعة دي الدور ككهر ريسي مركو لا إيمان يا وحي أهيد بعد الركعتين لوادي الركعة دوت كداش وضو ولوادي الركعة دوت مع مركا دور كدم بيس أيو كسي دم بيسين شروا حديث كمركا دم بيئة وطا كان عائشة قيبتا دم بيئة وطا لوادي الركعة بعد الركعتين كاوت بعد الركعتين كاوت وضعيف. طيب عصو صار استيب الماجه وكله من عدي ومن الشليه الشيخ الباني عليه رحمة الله ومنكر بعد الركعتين زيادة دا سا منكر صوبت روح ويوحا كتشر سنة كنيلة إلى قيس بن الربيع وسيء الحفظ أساقان الله وضع ركعة دوت الشيخ تانكو ذا لقوني النقضي ووحو كو خلافي عيد إساقا كحو بضان سيدة حديث كهوري كموقة معنا سيدة أصدراديد حديث ك لفظي جيسن دمبو بعد الركعتين وتوا ضعيف كاهر وصحكو يا معنا وعنة المامية دور كركع ذا كهر يا سنة كهر يا سهدي كرافت دور كمركات كتكذب إن قلين كرتو ديب كلا إيمان كريس. وعن أمي سلمة رضي الله عنها قالت وحيتري سمعت وحن مغلي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وينهى الربي عنهما حق ود الربي وأكوه لمسو الشيء يعني وحي كودا عنهما ذا الركعتين بيكودا لوضي الركع دوضا بعد العصر عصر كقداشي سا عصر ككذب ولو الركع دوضا لتكذو النبي قول ريبيان مغلبيت ثم كذبنا رأيته نبي قان أركي يصليهما أسقو تكني مركو ريبي كذب يعني أركي بوري يعني أركي بيتري عصر ككذب هذا نسقو لوضي الركع دوضا تكني. طيب أما حين صلاهما مركو تكذي فإنه قد صلى العصر عصر كيو تكذي أما حين صلاهما لوضع ركعته مركو تكني فإنه قد صلى وحو تكذي العصر عصر كيو هرسو تكذي ثم كدي من دخل وصوغ علي قرق أغيم ديادة وعندي أكت يدي إسوغ أيهين نسوة ضمر ومن بني حرام ري بني حرام من الأنصار أنصار كترسل فصلاهما مركاسو لوضع ركعته تكذي أي بعد دخول البيت قرق مركو إغسوغ علي كدي بلوضع ركعته تكذي
فأرسلت مركاسان دريبتي إليه حقي سوحا أدري الجارية قبلي أي أن أدري قبلي الشقالها هيت أما أدونتي وأن أدري فقلت وحا كويري قومي استاك بجنبه لين عيسى استاك أو فقولي وحا تكتر هذا له استاك تقول وحي كلاذا لك تقول وحي كلاذا لك أذيغي أم سلمة أم سلمة أم سلمة وحي كلاذا يا رسول الله رسولك إلهي سمعت كوانكم مغلي تنهى أذو الريبي عن هاتين الركعتين لوضع الركعة ذو حقه وأراك وانك أركا هذا تصليه ما أذو تكنيا أم سلمة صاصة كلاذا سواشا ساء ويديو أغبانك فإن أشار هدو تلمامه بيتيري بيدي قعنتي سهدو كو تلمامه وقعنت كو فيقه فاستأخري كدرك عنه حقيس يعني مركا الصلاة بكو جراي ما جوابي كري مركا إساقدرك طيب ففعلت وحي سميسي الجارية قواتي وحي سميسي سيدي بي سميسي فأشار مركاسو نبي قو تلمامه بيدي قعنتي سو كو تلمامه قدرك فاستأخرت عنه مركاسي كدرك تاي فلما انصرف مركو صلاتي كبح أيا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بنت أبي أمية أبي أمية قبلي سيئي أم سلمة سألتي واحد ويديسي عن الركعتين لوذي الركعة دوضو بعد العصر عصر كقداشي سام أيا دي ورستي فإنه أتاني وحا إيمد ناس ددب إيمد ومن بني عبد القيس ري عبد القيس يعني قبيل كري عبد القيس لنضد كالصعودة ووفد يا إيمد فشغلوني مركزي غير مشغولين عن الركعتين لوذي الركعات اللتين لوضع صو بعد الظهر الظهر كقداشي ساها فهما لوضع هدى ان تكني هاتان ولوضع صوروا لوضع الظهر ككدم به وشانس كو يسامح ويقول لها سي غير مشغولين ايان عسر ككدب تكن هيي متفق عليه سدح لي بصو صار طيب وحي قدرت بخاري وحو قدر يا غير كيبا إن أي تري إنو موسى كتجي تشرين وحي إنت كدم بي عصر ككدب إنو تكذا لبضا ركعات طيب وحي ضعيف أيضا السجنين وأن يعني وحوي صلى هين يعني وحوي أن حديثهان السجنين لفظك أي دهيسو إنت وحي كدم بي ما أنا أركن السجو تكني صح ما لفظك لفظ قاسي أيلاد هاي دبدم بوما أركن صحمة باللفظ قاسي صحدا وحويان ودائمي وحي انت كده بمعنى وفي رواية وكان لفظ قان دوني وفي رواية رواية كالوحاكو سوغن أولي أحمد أحمد السوغنات ما رأيته ما أنا أركن بيتيري صلاه صلاهما لوضع ركعة ضد السوغو تكذي قبلها تاك مركا كور ولا بعدها يا مركا كتب مركا سأغونه الرئيس أغونه الدنبي سبيت طيب ضعيف هو يقيب تاس ضعيف وي إن النبي يقول الله برك عضوض بعد صلاة الصبح وتكن شري ويسوغنته أما اللفظ كان مركز أغونه الرئيس أغونه الدنبيسي وضعيف قلبي بانا كتشر السندك لوانينو السندك كتشرنا ومجهول ما رأيته صلاهما قبلها ولا بعدها سيد المغرب الصبح ما نايري صح بعد الصلاة العصر لو رجع عدد إنه النبي قلت كنتي صلى الله عليه وسلم ويسقنت أما رواية أما اللفظ كان أحمد وضعيف قلبي بكتشر عبيد الله بن عبد الله بن موهب وكورين يا أذيركي عبيد الله بن عبد الله بن موهب قلبي بكتشر يعني مقعد وقدسا سيد صواب وحوي عبيد الله ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن موهب وانا ضعيف أذيركي عبيد الله ابن عبد الله نوى مجهول لوضع إلا درتوض وحديثك ضعيف لي هاي مرك لفظ قاسي مصقنا لفظ قهرس وكاهر السقام معنا أما لفظ قندم وضعيف حديث قاسي مرك يسون وحو فائدي لوضع السنة كدم بيس الظهر هذي الروح نافو أما وكمشقوله إنو عصر ككذب تكنكر ظهر ككهر كوي أهانا ظهر ككذب بل تكنكرا عصر ككذب وحدو لا ظهر ككذب كوي أهانا عصر ككذب بل تكنكرا كل ذلك مركب واحد كدوس إيسا هنا يبنى أنت هاي أو لقلين كرو سنوين كظهر ك هذا يكون عفان
باب ما جاء وحي باويه في قضاء سنة العصر عصر كالسنة دي صلى الله عليه يدنا وحي كن يد باويه. طيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه استوى سأل وحوي دي عائشة عائشة وحوي دي عن السجدتين لوضع الرقعدود اللتين لوضع الرقعدود وكان أوها رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما ميت كذا بعد العصر عصر كذا. أبو سلمة أي عائشة ويدي لوضع الرقعدود النبي عصر كذا وتكن شري فلوضع إيقور فقال دوحي تري كان وحوها يصليهما ميت كذا لوضع الرقعدود قبل العصر عصر ككور وتكن شري ثم كذبنا إنه نبي شغيل ولا مشغولي عنهما لوضع الرقعدود بالغ مشغولي أو أما سنسيهما أما وها المامي ساس يقول عفين فصلاهما مركاسول تكذي لوضودي بعد العصر عصر ككذبوت كذي ثم كذبنا أثبتهما وصغي ودائمي حين تسبب تيكوب اللودين ساس أما وحي كذب بيو دائم وودي وكان وحونا هابت إذا قرت صلاة وتكذو صلاة صلاة مركو تكذو داوما مدى إما أيوها عليها كركير هدو صلاة باللابنا سيدي سبا سيدا سكوة ديش بل هدو عمل خير باللابو مقو ينشر النبي صلى الله عليه وسلم. طيب عمل الله وحو وقوش على مدك دائما رواه مسلم باوري والنسائي النسائي باوري حديث كاسي سيسانا وحو دليل يهي عصر ككدب لبادي الرقع ضوضي أها وكوكالي حديث كي أم السلام كوري وحو كساب سنة لبادي الرقع ضوضي عصر ككدب ونبي قلتو كان يوحي أهايين أه؟ لبادي دور كدب بيبي أهاي. طيب حديث كان عائشانا لوادن رق عدود عصر ككذب وتكنا يوحي أهاين لوادي رق عدود عصر ككهري ورافي كل ذلك مركا يعني وحوي هنا يبرنات بيكتوس كذبنا النبي جوال لازم صلى الله عليه وسلم النبي جوال لازم يو لزوم كاسي وحو كتوس يا يعني دائما دا استمرار كاسي كذب هنا السنة نقطة كذب هنا السنة نقطة يو ويعني حديث في رمضان باكوس وعروت النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر انه لوضع الركعه تكن شري. وانا مدى اي ادلي شري يعني علماء قاركود بعد صلاه العصر انه لوضع الركعه السنة اجران. واساس انا الصواب. طيب. قريبا نصوت الماني احاديث ريبيسا صلاه العصر كذب ان لتكذو. سيد الصواب كا ووقتك كراهدا اما النهيجا وحو كبل لابانا يا سيد الصواب كا مركا قرحضو اسبدشو افتين كذا هي كليل كذا مركو اسبدلو مركا وحي كدم بيبا وقت الكراهة اما وقت التحريم مربا مركا كدم بيسانا كراهدو وكسي درنانا يسا الى اي اوغو اتكاتو مركا قرحضو سيدا عيسو يبالك جلس ومركا وي مركا شياطين تو اسجوديس مركا يعني على الصحيح وقتك كراهد حل قاسك باللغة أما أنت كهر ليس بعد صلاة العصر ولا تكن كره حيالي حديث باكو سوغان معنا وعن أمي سلمة رضي الله عنها قالت وحيت الشغيل ولا مشغول يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الركعتين لو ذي الركعتين بالغة مشغول أو قبل العصر عصر ككورة فصلاهما مركاسوت كذي بعد العصر عصر كقداشيس حديث كهر لم يدي هاي يا عائشة راهنا سايبة وريي شغل بالنا وحوله هي وحسن صحيح حول وعن ميمونة وحل جور أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نبيه كان إنه أها يجهز من ديارنا يا أو قبل قامنا يا بعثا عيدا للدرايو بعث جوا عيدا كل جوين يه للدرا هي دولان الله بحنا يوم ولم يكن من أهين عنده أكتس الظهر وحد برأ جديد بالجودة جديد عيدا كاسي كدول الهانا موسى هيسن النبي فجاءه النبي وحوي من ظهر جديد او من الصدقه زكديه سكل سو اوروريو جديد ابا مركا لو كان فجعل وحو النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه انه قيبيو بينهم دحدود ها فحبسوه نبي كدب دغين او وي كحبسين يعني حبسوه نبي اي ريبن وان او يعني قيبنتي وحولها قيبنيه بو كداهي او كدب دحاي او كريبتو حتى ارهق الى او غاري او كيمد العصر عصركي الى او غاري ارهق بمعنى ادركوا الى عصركي او غاري او عصركي كيمد. طيب وكان وحوها يصلي متو كذا قبل العصر عصرك كهرنا ركعتين بو توكنجر
aw amase maa shaa allahu ama wuxuu alla doonu tukan jiray maalinkaa marka xoolaha uu qaybinayay baa ka mashquuliyey fasallaa markaasuu tukaday alcasr casarkiibuu tukaday uma kadibna rajaca waa laabtay fasallaa markaasuu tukay maa kaana wixii u ahaa yusallii mid tukan jiray qablaha horteed casarkii markuu tukadoo soo noqday ayuu wuxuu casarka ka hor tukan jiroo dhaafay maalinkaa ayuu markaa tukaday wa kaana wuxuuna ahaa bay tidhi idaa goortii sallaa uu tukado salaatan salaad aw amase facala uu sameeyo shay-an shay uu sameeyo yuxibu mid jecel buu ahaa an yudaawima inuu daa'imo calayhi korkiisa oo uusan goynin rawaa axmed baa wariyay taayib xadiidkaasi bihaada tamaam waa daciif waa daciif sidan markuu u dhammaystiraya waa daciif waa kasan soo sheegno labada ragcadood ee casarka ka dambeeyay iyagu waa sugan yihin taayib xadiidka waxaa ka sugan qaybta dhahaysa kaana idaa sallaa salaatan aw facala shay-an yuxibu an yudaawima calayhi intaasi waa saxiix ligayrihi way sugan tahay intaas waa xadiiskii horeda caaishaaba ku tusay soo ma amaa intiisa kale waa daciif dacfigiisana waxaa sabab u ah nin la yidhahdo xandalata asaduusi xandalata asaduusi nin la yidhahdaa ku jira isagaasaana xadiiska waxaa ku cileeyey alimaamu alhaythami xadiiska waxaa kaloo soo saaray abu yacla iyo tabaraani isagoo mukhtasara buu soo saaray marka xadiiskaasi waa daciif ayib xadiise ee uu sugnaan lahaa wuxuu faa'iidayn lahaa yacni waxa weeyaan waxa ay axaadiista hore faa'iideeyeen oo labadii ragcadood ee casirka ka horreeyey inuu intuu ka mashquulay uu dib ka tukaday axaadiista horaana ku tusaysa macna baabun anna alwitra sunnatun mu'akkada wa annahu jaa'izun cala araaxila wuxuu baab u yahay anna alwitra witirku sunnatun inuu yahay mu'akkadatun oo la adkeeyey wa annahu witirkii jaa'izun inuu bannaan yahay cala araaxilati neefka gaadiidka ee saaran tahay korkiisa inuu ku bannaan yahay waa laba mas'alo witirka xukumkiisa ma sunnaa mise waa waajib sunna hadduuse yahayse waa sunnada noocee buu ka yahay ma sunna mu'akkadaba mise waa sunna kayru mu'akkada taasi waa qodob qodobka labaadna in haddii adoo gaadiid saaran oo neef geela saaran ama gaari saaran ama diyaaro saaran aad isaga dul tukan karto adoo heli kara xataa inaad istaagto macna tayib witirka waxaa la yidhaahdaa cishaha wixii ka dambeeya ilaa waabarka laga gaaro salaadda aada tukanayso wixii tiro isdheer ku yimaadaa witir ah hal ragco ugu dambaysa hadday noqoto oo u togi doonaa qaababkay kala noqon karto waxa ugu dambeeyeed salaadaada kuu khatimaya waa inay tiro isdheerta tiradaa isdheereed salaadaada habeenkii ku gabagabaynayso hadday hal ragcada noqoto iyadaasaa witirkii ah hadday noqdaan saddexna saddexdaasaa witir la dhihi hadday shan noqdaanna shantaasaa witir ah kolba tiradaa isdheer ee salaadee markaa isku xidhan baa witir la dhihi tayib salaatuleylka marka ka guda weyn salaatuleylku iyada waxaa la yidhaahdaa salaadda habeenka aad tukato cishaha wixii ka dambeeyo dhan salaatuleyl baa la dhahaa ama witir ha ku jiro ama shafci ha noqoto laba laba u tuko ama afar afar u tuko kulli salaatuleyli markaa isku noqonaysa marka salaatuleylku witirka way ka guda weynta salaadda taraawiixdu iyadana waa u tegi doonaaye waa salaatuleylkii oo witirkii sii wata oo ramadaanka la tukado waay salaatuleylkii oo ramadaanka laysla tukanayo jamaaco iyo si wada jira loo tukanayo taraawiix baa la yidhahdaa laakiin waa isla salaatuleylkii oo saas way macanaa tahajudkuna kama gedisna keliyata bacdu ahlilcilmi baa waxay yidhaahdeen tahajud waxay noqonaysaa salaadda haddii inta la yaro seexdo gelinka dambe loo soo kaco oo hurdo kadib la tukado markaasaa tahajud magaca ay qaadanaysa laakiin macaanidaasi kulli waa isku wada dhow yihin witirku marka waa ka witirku marka sheekhu wuxuu yihi waa sunnatun mu'akkada waana sida ay jumhuurtu qabto waay haa jumhuurtu saasay qabaan jamaahiiru ahlilcilmi waxaa khilaafsan abu xaniifa oo wuxuu yidhi witirku waa waajib waaba laazim buu soo istaagay haddaad ka tagtana caasibaata tayib wuxuu leeyahay alimaam ibnu mundir calayhi raxmat ullah loogama horeynin ra'yiga abu xaniifa asxaabtiisi iyo ardadiisiina kumayna waafaqin ibnu cabdilbar baa isaguna macno noocaasa faa'iideynayo wuxuu leeyahay inuu witirku sunno yahay
waxay ku dhowdahay inay ijmacta. Hadalka Abu Xaniifa la fogeynaya marka. Abu Xaniifa marka ku tagay inuu yahay farad u yahay, waajib inuu yahay macna. Laakiin badankood waxay qabaan aymadu inuu yahay sunna muakkada. Waa mid. Wa annahu jaa'izun 'ala ar-raahil. An Abi Hurairah radiyallahu anhu qala wuxuu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam rasuulku wuxuu yiri: "Man lam yuti ar-ruuhi aan witrinin falaysa minna nagamid maaha." Rawahu Ahmad Bawri. Tayib. Sanadkiisu waa da'if. Waxaa ku jira in la yiraahdo Khaliil ibn Murrah. Khaliil ibn Murrah oo da'if ku jira. Wakadalika inqita'na wa ku jira. Sanadkiisa oo in la yiraahdo Muawiyah ibn Qurrah oo Abu Hurayra ka warinaya muusan ka maqlin. Labada ciladoodba dacfiga xadiiska waa keenaya. Laakiin shaahid buu leeyahay xadiisku. Waa laga warinaya Burayda. سند إساقنا ضعيفة أما ضعفي كتشرة أيا لغو ورينيا أحمد بان صوص علي طيب سيداس برادت يا أبو داود لوضبا حديث كالي بريد الشاهد بو حديث كوحو غي سنكرا ساس برادت بعض العلماء حديث كتحسينين أيان أو إليه وحسن لغيره شيخ الباني لكن إساقه ضعيفين دلي الشدي أبو حنيفة oo ku tagay inuu witirku waajib yahay. Maxay leeyahay wuxuu yiri amal ka tagitaankiisa ruuxa la yidhaahdo naga mid maaha oo dariiqa nagii uu garamaro uu na khilaafay amalkaasi amal sunna ama noqon karo buu amal sunna ama noqon karo amal waajib ah ruuxu ka tagay yaani shay farad ruuxu ka tagay baa waxa la dhigi karaa laysa minna laakiin shayga sunnada ah ruuxa laguma fogeeyo sidaas uu u dalishanaya jumhuurtuna macnaha ka ahayn bay ku fasirayaan waxay la hadda xadiisku hadduu sugnaado ma lam yuutir falaysa minna dariiqadii buu khilaafay dariiqada uu khilaafayna waa dariiqadii sunnada ee dariiqadii laazimka ma ila waxa weeye laysa minna waxaa la isku waafaqsan yahay laysa calaa dariiqatina wa calaa sunnatina marka dariiqada uu khilaafaa marna waxay noqon kartaa sunno mustaxaba marna waxay noqon kartaa farad waajiba labada xadiidku waa ihtimaal bay leeyihiin. وعن علي رضي الله عنه قال وحو يري الوتر وترك ليس موسى نهان بحتم لازم ماه كهيئه المكتوبه سيده صلاه واجب كقاب كده وكله سيده صلاه واجب ك صلاه شنت الواجب ك سيده او كله تو لازم ماه ولكنه سنه واس سنه او سنها جدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم waasi dariiqo uu nabigu jiday laakiin salaadaha waajibka wajuubkoodo kale ma gaadhayo buu rawahu axmed baawriye wa an-nasa'i wa tirmidhi wa ibn maajah wa lafdhuhu ibn maajah lafdhigiisu wax weey innal witra witirku laysa ma ahanin bihatmin laazima waajima walaka salaatikum salaadiino kalena maaha al-maktuubati ee korkiina lagu qoray lagu laasimiyey laydinku faradiyelo kale maaha walaakinna rasuulallahi laakin rasuul allah sallallahu alayhi wasallam أو ترى ووتريي وقال وحنا يلي يا أهل القرآن قرآن كدتك سيو أو ترو وتريا أو وتر كهبينكي يعني وحويتو كذا حيالي فإن الله ألي وتر ووتر يحب وحونا تعلي هي الوتر وتر كان وتعلي الله تبارك وتعالى وكله ها لما نمله لو وتر كوعلي لذا وكسيغا أن لما نهلهين الله هو ويتر أو لمانا ماله وحلم إذا ماله ويتر كان هو إسديري هو ترضى إسدير وشعلي هاي ويترية طيب حديث كاسي وحا تحسيني الإمام الترمذي شيخ الباني نو صحيحين يا قل يا مسند كحقيقين يقول ويحوشين يا سند كيسة وحا كصو صاري قيبت مرفوعة سيدوك يا أهل القرآن أوتروا فإن الله ويتر يحب الوتر qaybta marfuuca waxa isaguna soo saaray Abu Daawud iyo geyrkii waxana saxiixiyay Ibn Khuzaima tilmiidina waa taxsiininaya waa xadiis sugan waa xadiidkaas macna tayib wuxuuna ka mid yahay adillada ay dalishanayaan jumhuurtu oo ay u dalishanayaan inuu san witrku waajib ahayn maxay ila Cali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu ardaah oo nabiga saxaabadiisi kamida bal min al-khulafa'i ar-rashidin kamid min as-sabiqin al-awwalina kamida ayaa wuxuu leeyahay sida salaadaha waajib ko kala ma laakiin waa sunno waa dariiqa nabigu jideeyey amarka umbaa la qaadan oo waa cibaado un faadila ah saasuu leeyahay
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك أوتر ووتري على بعيره نفكي سجيلا كركي سكوتري رواه الجماعة باوريس أنا مالين هنا صومرني إن راحل هذا كرك هذا اللجوء ترين كرو لنا على لنا عيكولة شيء ستبا حديث تقار كنا هنا كسو أرورتي مركات جليسو قبل هذا إنه أُجيدين شري سلالة واجب كأ أيق لفت هذا عند الضرورة قبل هذا قابلتان كذا إنه دعي أنا نصومرني مسأيش إنه حاسو كلامنا وحوس هالكميش إنه كاني يعني وحويان نبي صلوات ربي وسلام عليه sida uu ugu dadaali jiray witirka hatta markuu safarta iyo socotada yahay kama tagi jiray hatta haddu jidka ku qabto isagoo hal saaran hasha korkeedu ku tukan jiray wargaasu sujuuda iyo rukuucda ishaari jiray tayib wa anabi ayyub radiyallahu anhu qala wuxuu qala rasuulullaahi sallallaahu alayhi wasallam rasuulku wuxuu yiri al witru witirku haqqun wa haqq e faman ahabba ruuhi jiclaada an yutira inuu ku witriyo bi khamsin shan فليفعلها سمي ومن أحب الروح على أن يترى إنه كويتري بثلاث صدح فليفعلها فلو أسمي ومن أحب الروح على أن يترى إنه كويتري بواحدة هل رك عدنا فليفعلها فلو رواه الخمسة تبا ورسي إلا الترمذي ترمذي موي ما شاهد اللي قد لشان حديث كوحة صحيحية ابن حبان حاكم ذهبي باكوا فقاي سيدو كالتو الإمام النووي الشيخ الباني انتم هو صحيحين يا وحنا رجحيا الامام وحنا الى الشيخ الالباني عليه رحمه الله حديثك او لسكو خلاف سنه رفع جيسيه وقف جيسه انه مرفوع يا هي الرجحيا لكن الامام ابن حجر عليه رحمه الله حافظ ابن حجر تلخيص الحبير كوحو كوكينيا ان اي ائمتي هوري متقدمين تاها سيدا ابو حاتم الرازي يحيى الذهلي الإمام الطرقوطني بيهقي غير كودبا يسيدو كلتو النساء يساقنا بلغ المرام كو كوشي أي مدى متقدمين تا إني رجحين حديثكو إنو موقوف يعني. موقوف على أبي أيوب سيدا سيرجحي لكن بحثك الشيخ الباني وحو ليه هاي رق الرفعيي بانا كبدا كان حوق بدا رق وقفيي وهي ساقو مركبا خلافه حديث كاسي مركا وحو وحاهد ميشان اود لشان يا الوتر حق وتر كو حق ابو حنيفه وحود لشدي بمعنى حق وواجب جمهورتنا واحد كفسرين حق بمعنى ومؤكد وشيء سجن وسنه او ادقوا ساسا مركا لو كلا فسرين كل على مذهبه كذب من حديث كو حينو فايدي وترك aad habeenkii salaadaada ku khatimayso shan inuu noqon karo saddex ragcadood inuu noqon karo hal ragcada inuu noqon karo baabkaasi waa inoo soo socdaa laakiin ujeedad horta ka hor yani xaqun taas hadda loo dalishanay ama laga dalishanay xadiis wa fi lafdi abi daawud waxaa ku soo aroray al witru xaqun wa xaq ala kulli muslimin muslim kasta korkiisu xaq u yahay tayib rawaha wariyay ibn mundhir ba wariyay wa qala wuxuuna yiri fihi dhaxdiisa الوتر حق وليس بواجب سيداس ابن مدرسة كوري الوتر وترك حق وليس من أهان بواجب ما أهان طيب وحكوري أوسط كيس أي كوري جلد كشنات أي كوري لكن لفظها وليس بواجب أي ماذا كلا لمين ورينين وركوا اللفظ ضعيفة واللفظ ضعيفة وإساقا لخص نقضي سيدا استراديت ما يسوغنا لفظة داسي لكن الوتر حق تاسوغن طيب مسألة داسي مركا وحي ويتر كحكم كيسة وسان بشيق نيبا وحا خلافي جماهير أهل العلم سلفا وخلفا أبو حنيفة خلافي أو يري ويتر كوا واجب وحونا دلشان يا حديث تاس كوا ضعيفة أو نسكوا إيا كوا سوغن أو أن نسكوا هينون كوا عدين واجب لماذا لكن لقى فهمي كرو جمهورتو سوحي دلشدين او اي انو سواجب هاي انو دلشدين ايقون عموماتك احاديث كلا سيدا حديثك عبيد الله محمد ضلحة بن عبيد الله في الصحيحين والنبي صلى الله عليه وسلم لنا عربي اويمت مركا سوح وكويري سؤالو ويدي سؤالي مركا وحاكم ده الهي محو صلاة يقول يا هبينك يا مالك
markaasuu wuxuu ku yidhi khamsu salawaat, shan salaadood. Hal calaya kayruha buu yidhi, shantaa waxaan ahayn korkayga maya maya buu yidhi, ilaa an tatawuca, shantaa waxaan ahayn korkaaga maaha ilaa inaad adigu wax siyaadsanaysa mooye. markaasuu iska dhaqaaqo wuxuu yidhi, ilaahay baan ku dhaartay inaana intaa ka siyaadinayn, kana nusqaaminayn. kadibna waa kii nabigu yidhi, aflaxa in sadaq, hadduu ka run sheego waa liibaanay. xadiidkaasa asal u abay leeyihin shantan salaadood waxaan ahayn inuusan waajib ahayn. wixii ka soo hadhay ee ku tusaya wujuubkana waxa uun laga wadaa sunno adag. sidoo kale xadiidkii cabdullaahi ibni cabaas fi saxiixayn kadalika, nebigu sal alay wasalam markuu mucaad u diray yeman waa kii ku dhihi jiray, fa inhum ataacuuka lidalika, oo shahaadateynka, fa akhbirhum biana allaha qad iftarada calayhim khamsa salawaatin fi lyowmi walleyla, hadday towxiidka kaa yeelaan waxaad u sheegtaa inuu ilaahay korkooda ku waajibiyalay shan salaadood habeenkii iyo maalinkii. weliba wuxuu leeyahay waxay leeyihiin diriddii nebigu uu mucaad yeman u diray waxay ahayd mar dambay ahayd fii aakhiri xayaati nebiy bahi sal alay wasalam. marka waxay ku tusaysaa inuusan witirku waajib ahayn, shantaa salaadood unbaa waajib ah. amaa waxa abu xaniifa uu deliishaday inteeda badan waa daciif, waxna macnaha uu deliishaday baa lagala doodsan yahay. baabun alwitru birakcatin wa bithalaathin wa khamsin wa sabcin wa tiscin bisalaamin waaxid wamaa yataqadamuha, iyo waxa ka hormarayo min ashafi. alwitru witrin buu baab u yahay, baabulwitri witrin buu baab u yahay, birakcatin hal ragcada lagu witriyo, wa bithalaathin saddex wada socoto lagu witriyo, wa khamsin shan wada socoto lagu witriyo, wa sabcin toddoba wada socoto lagu witriyo, wa tiscin iyo sagaal wada socoto lagu witriyo, bisalaamina lagu witriyo waaxidin oo mid, hal salaama naqsi, laysku wada xidhiidhiyo dabada laysugu xidho meesha ugu aakhirka un laga salaamo naqsado. iyo wamaa yataqadamuhaana baab buu u yahay, waxa ka hormaraya oo min ashafci, salaadaha labalabada, lamaana lamaanaha ee labalabada, wixii witirka ka hormarayo shafci ana baab buu yahay. can ibni cumra radia allahu canhuma qaala, wuxuu yihi qaama waxaa istaagay rajulu, nin baa istaagay, fa qaala wuxuu yihi, yaa rasuula allah, rasuulka ilaahayow, kayfa sidee bay ahaatay salaatu lleyli, habeenka salaadiisu waa sidee, see loo tukada? ayib, faqaala markaasa wuxuu yihi rasuululahi sal alay wasalam, rasuulku wuxuu yihi, salaatu lleyli, habeenka salaadiisu, mathnaa mathnaa, waa laba laba ragcadood. mathnaadu waxa weeye waa thintayn thintayn, laba tuko ka bax, laba tuko ka bax, sidaa wey mathnaa mathnaa. fa idaa goortii khifta aad ka baqdo, asubxa subxa markaad ka baqdo, fa awtiruu witriya biwaaxidatin, hal ragcada ku witriya. ayib, rawahu aljamaca, xadiiskaasi wuxuu daliil u yahay salaada habeenkii in laba laba loo tukanayo. ayib, sidaa waxaa qaba in laba laba loo tukanayo oo ay fadli badan tahay, yani aima badan baa qaba, shaafici iyo axmed iyo keyrkoodba waxay leeyihiin laba labada ugu fadli badan, inaad laba markaad tukataba ka salaamo naqsato, saasaa u fadli badan. xadiiskani marka taasuu tilmaamaya salaatu lleyli mathnaa mathnaa. ayib, imaamu maalik caleyh raxmatullah isaga wuxuu u deliishaday salaatu lleyli mathnaa mathnaa, wuxuu u deliishaday in salaada habeenkii la tukanayo laba ka badan laysmaba raacin karo, laba tuko ka salaamo naqso, laba tuko sidaa ku dhammeed, ama inaad ka siyaadisood afar israaciso ama saddex israaciso, maya buu soo istaagay imaam maalik caleyh raxmatullah. xadiidkan una u deliishanaya waase istidlaal axaadiista kale ay diidayso, xadiis kale u badan baayaa ku sugan oo inoo imaan doonta. waxaa kaloo xadiidkan laga faa'iidaystay, faidaa khifta subxa fa awtiruu biwaaxida, waxaa kaloo u faa'iiday hal ragcad ah in salaadaada aad ku witrin karto, hal ragcad oo keligeed ah. ayib, taana waa faa'iiday, waana sida ay qabaan jumhuurtu ay qabaan wey, macnaha hal ragcad oo keligeeda inay salaadii witirkaaga ku khatimi karto ama keligeed baad tukan karto, imaan doontaa iyadana macna. waxaa kaloo xadiidkan loo deliishaday waqtiga witirku in uu ugu dambeeyo waa barka,
أيضا هو كيني دونا يعني محي لي فإذا خفت الصبح يقول زمان حديث ابن خزيمة حوتين يو من أدرك الصبح ولم يوتر فلا وتر له روحي وابرك كويما استقام وترين وتر ملأ مركا معناه نوافق إذني وحكى له حديث كان لود للشدي فإذا خفت الصبح فأوتروا بواحدة صلاة ذهبين كي لتكذو إني سن حد بلهين ترقوا عن ملأ ها ذهبين كي صلاة ديس والإسكوا ذكرى ركعة هذا وذكرتا لباتن ها قاردو صدن ها قاردو إسكوا وابر كمركو كوي ما دور يتكبغلو ركعة دي ختمي لهاي دي ويتر كي دكسي ذهبين كي رن مركا لبالله إنو تكن كرو كتسمي لي إني نحد لهاينا ومذهب جماهير أهل العلم سلفا وخلفا بل وحويان بعض أهل العلم وحيسو قرون إجماع إجماع السلف بيسو قرون يعني سلاة ذهبين كلا تكذو إني سن حد قو أن لهي وحد الله مرد فينك روحي ضافة يوا حاران عند السلف مجرين إجماع بيسو قرون يعني قاركم بحث قيمة ترى سلاة الله أخرى وزاد وحو زيادي أحمد وحو زيادي في رواية وحكو زيادي صلاة الليل هبينك صلاة ديسو مثنى والله والله يسلمه سلاما نقصنا أما يسلم حال أما تسلمه وات سلاما نقصنا في كل ركعتين اللي ورك عضوضه كسته لحضوضه وات سلاما نقصنا ومعناه وفسيره يا معنى طيب وذكر وحو نشيك الحديث حديث كيبو شيء يعني وحو فإذا خفت الصبح فصلي الركعة توتر لك ما قبلها أساس ومعنى لما يسترك حديث سند كيس وجيد رواه لفظه أحمد لكن وحا كنتين ليلة عبد العزيز بن أبي الرواد أو صدوق ربما وهم أه يعني ضعف كاسا كنتين لكن كهرم بولم يا معنى لفظ كلا ترى أو خمسة أي صو صارين أو حديث ككوي مدور لها يا صلاة الليل والنهار مثنى مثنى هبين كيمان انت صلاة دي سواء والله والله marka lafdiga wan nahaarida ku daray waa la isku haysta ziyadada wan nahaariya in badan oo muhaddisiintii wax ilaan waa ziyada shaadha way dhaif rag shaqalbaani kamid yihiin way sugaya oo wax ilaayeen ayaduna waa suganta wali muslim waxa uu sugnaaday qila waxa la leeyay ibn umar maxal waxa lagu yiri ma mathna macnaheedu maxay tahay qala wuxuu yiri sallimu wa salaaman naqsan fi kulli rak'ataini labadi ragcado dhexdoodaba uu salaama naqsa oo uu ka baxay macna haddana laba kale isu taagay wa an ibn umar radiyallahu anhu ma annahu isagu kaana wuxuu ayu sallimu mid salaama naqsada bayna ragcatayni labadi ragcado iyo war ragcati iyo ragcada dhexdooda fil witr witrka dhexdiisa hatta ya'mura ila amro bi ba'di haajati danti saqar kamida oo dadka amro oo la hadlo macna dadka la hadlo rawi bukhari fi macna waxa weey bayna ragcatayni war ragcati fil witr waxa weey witirka labada ragcadood ee ka horeeyay iyo witirka uu kala goyn jiray saas macna kaana yusallimu bayna ragcatayn wa bayna ragcati fil witr wa labada ragcadood ee witirka ka horeeyay iyo ragcada witirka dhexdooda uu kala goyn jiray uu salaama naqsan jiray kadibna ragcada witirku goono uu istaagi jiray macna ila uu hatta ya'mura bi ba'di haajatihi markuu labada ragcadood ee hore ka salaama naqsado inta uu santa witirka isu taagin ayuu markaa danihiisa dadka fari jiray oo waxaa lay keeno waxaa la sameeyo kadibna witrku isu taagi jiray macna wa an ibn umar radiyallahu anhuma wa ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma annahuma labadoodu wa ibn umar ibn abbas sami'a waxay maqleen annabiy sallallahu alayhi wasallam oo yaqulu le al witru witrku rak'atun wa hal rak'ada oo min akhir al layl habeenka akhirkiisa rawahuma waxa wariyay labada xadiisba ahmad wa muslim ba wariyay رواهم ين قرأ مس رواهما رواه باصح رواه طيب حديث كواحد وريه أحمد ومسلم باوريه وحفائذين يسيد كي هرب أوفائذين وتركوا إنه هل رجع هذا نقول كره مرك الله ما عرب فهم الله ما عرب أوفهم مدوية وترك هذه هبين كأردن بعد العشاء إن هذا هل رجع عدم كريته وحمك ما هو الرجال iyada umba tukatay habeenkiiba taasi waa witr waana witr sax inaad salaada kale intaad soo tukatay ayada aad ku khatimtayna waa al witru bi rak'a labadaba way ku rumoobaysaa
inaadan wax salaadaba tukanin waxaan ragcadda ka ahayna waa alwitru biracca wa inaad salaado soo tukatood ayada ku khatimtayna alwitru biracca wa labadu way soo galeen waana sax labadu macna sida raajix وعن عائشة رضي الله عنها قالت وحيت لي كان وحوها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رسول كوحوها يصلي ميت كذا ما بين أن يفرغ انت أرد حيث مركو كفارق من صلاة العشاء صلاة عشاء إلى الفجر إلى فجر كالقار انت أرد حيث وحو تكنشري إحدى عشرة ركعة كو يتمرق عدد بتكنشري ركو عشاء كذا طبعا لابده سننا الرعيو halka wixii ka bilowda ila fajrka laga gaaro 12 wuxuu tukan jiray 12 raqcad tayib yusallimu halu salaaman naqsanayo bayna kulli raqcatayn labadii raqcadood ba dhaxdoodu salaaman naqsanaya bimaana labadii raqcad markuu tukado uu salaaman naqsan labadii kale hadana istaagay uu tukan uu salaaman naqsan saasi waxa laba uu tukanay wayutiru uu witrin jiray bi waahidatin hal mid oo keligeedna waa ku witrin jiray hal mid oo keligeedna waa ku witrin jiray tayib فإذا قرتي سكت أو أمس المؤذن متك آدمي من صلاة الفجر صلاة فجر مركو حق إذا كأمس أرمي وتبين أو عداد له النبي الفجر فجر أو عداد ووجاءه أو يماد المؤذن كي آدمي أو يماد لأن قرق أو يمان شري كذب الصلاة يعني مركا كذب أو بحجر قام النبي هو استاجي شري مركا فالركع مركا سور ركوع شري ركعتين وحوتو كان شري ركعتين لورك عدد خفيفتين فتفضت ولا بدي فجر كوري ثم كذبنا ثم ضجع مركاسو سيحان جري على شقه دين عيسى الايمن امدكتا حتى ياتيه الى او يماد المؤذن متكي ادمي للاقامه اقيماد درت حال او يماد يعني اقيماد الى او يماد دي اقيماد مركا لا اقيمه غوري النبي كو مساج كدغين يريدون بو كسو بخيا ميل فوق ما جرى معنا روح الجماعه شنتي با يا جماعه دي با ورسي الا الترمذي موي فإذا سكت المؤذن ماشى فإذا سكب كتب تقارك مقرئ فإذا سكب والرواية فإذا سكت أنا والرواية مسلم يا أبو داود وحيكوريين فإذا سكت أنت كلنا وحيكوريين فإذا سكب معنون نوع كلا دوين سكت وآمسك أما سكب وحويان وددتشنتوا فإذا سكب مركو ددجي المؤذن من صلاة الفجر أو كبح على قوضة رميه لابد معناه مركو واي ماذا حديث كاسي مركو وحو فإذين الوتر بواحدة هل رك عادة إن صلاة ده هبينك يلقو وترين كرو وحاك لو إنو فإذيي صلاة ده وتر كي هبينك يوتو كانشري النبي صلى الله عليه وسلم كوي تبرق عدونه طبعا وتر كو حال قوضة صلاة دي أوردن قيب تيدي شفعيق أهيد لابد أهيد iy tii lagu khatimay oo witirka ah 12 raqacadood buu gaarsiin jiray. Tayib waxa kale oo xojinaya xadiiskeeda ay dhigi jirtay Nabiga sallallahu alayhi wasallam markii la weydiiyay. En wuxuu ahaayay salaadi Nabigu seeb u ah. Salaadi Nabigu sayahay. Ay dhigi jirtay ma kana yaziidu fi ramadaana wala fi ghayrihi ala 11 raqac. Ramadaan iyo ghayrkii toona 12 raqacadood muusan ka siyaadin jirin. Xadiiskaas iyo kana markaa isku mid muuna ka kordhin jir markaas ay waxay tiri kana yusalli arba'an fala tasal an husnihin wa tulihin thumma yusalli arba'an fala tasal an tulihin wa an husnihin wa tulihin thumma yusalli thalath afar adana afar adana sadh tayib adiga siyaaba kale gidsan bu nabigu u tukan jiray waa si kamida siyaabahaas macna wa an ubay ibn ka'b wadad qoladan waxuu ahaay iska fiqiga akhrin jiray ka mid iska suufiyada qoliyan suufiyada oo mar laga doodayo salaada taraawixda tiradeeda ayaa waxaa loo keenay xadiidkan caaisha fi saxiix ma kana yaziidu fi ramadaana wala fi ghayrihi cala 11 raqac markuu jawaab kale u waayay wuxuu yidhi caaisha ma aysan aqoonin salaadii nabiga sallallahu alayhi wasallam marka waa hadal aad culus Abdullah ibn Abbas kama fi sunan Abi Dawud Abdullah ibn Abbas ayaa waxa la weydiiyay salaadii nabiga habeenkii uu tukan jiray markaas wuxuu yiri ahad uga aqoon badan Aaysha ma ogi buur ee Aaysha u tag marka ma wadaadka suufiga yaqaan Aaysha mise Abdullah ibn Abbas baa yaqaan
sababtu waxa weeye caaisha radiyallahu anha nabigu salaadiisa habeenkii wuxuu ku tukan jiray sida qaalibka ah guryihiisa soo ma qaalibka masaajid kuma tukan jiray marka dumarkiisa uga aqoon badan cid kasta saas daraaddeed axaadiista ku soo aroortay salaada habeenkii in badan dumarkaa laga warinaya xafsaa laga warin ummu salama laga warin caaisha laga warin ilaan guryahoodu ku tukan jiray soo ma saas weeye وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبي كان وحوها يقرأ مد أخريا في الوتر وتر كنحدي سوحو أخرين شري بسبح اسم ربك الأعلى وفي الركعة الثانية ركعة اللوان وحو أخرين شري بقل يا أيها الكافرون وفي الثالثة ركعة الصدحان وحو أخرين شري بقل هو الله أحد ولا يسلم من سلام النقصن شرين إلا في آخرهن صدح ذا مد وقد بيس آخر كي يضمويه صدح ذا ركعة دو. ee saddexda suuradood uu ku kala akhriyay middooda ugu dambeysa dhammaadkeeda unbuu fadhiisan jiray oo ataxiyaad iyo salaama naqsi u fadhiisan jiray rawahu nuxa wariya annasaa'iyu nasaa'i baa wariyay waa xadiis saxiix ah sheekh albani calayhi raxmatullahi waa saxiixiyey dhammaystirka xadiidkuna waxa weeye yacni wayaquulu bacda ataslimi subxaana almalik alquduus markuu salaada ka baxana oo salaadiisa habeenkii iyo witirka dhammeeyana witirka kadib wuxuu dhihi jiray subxaana almalik alquduus tayib saddex goor buu dhihi jiray kelimada inuu dhihi jiro witirka markuu dhammeeyo kadibna oo waliba kor u dhihi jirayna xadiidka cabdillaahi ibn cabbaas iyo cabdiraxmaan ibn abza baa ku sugan marka waa kelimo ka sugan yacni waxa witirka ama taraawiixda ha noqdo ama witirka caadiga uu tukanayo ha noqdo markuu dhammaysto subxaana almalik alquduus buu kor u dhihi jiray nabigu sal alay slam saasuya wacan caisha radiallahu anha qaalad waxay tihi kaana wuxuu ahaa rasuulullahi sal alay wasalam xadiidkaasi marka wuxuu ku tusi saddex ragcadood oo isku xiga oon ataxiyaad lahayn in witirka laga dhigi karo waxaa kale u markaa tikacaya xadiidkii fi saxiixayn aan hadda soo tilmaamayna 11 ragcadood ee nebigu tukan jiray caaisha waxay ku sheegtay afar sida daahirka wada socda iyo afar sida daahirka wada socda iyo saddex wada socda sida daahirka hadalka laga fahmay marka saddex wada socda iyadana in witirka laga dhigaay iyadana way sugan tahay macna tayib wacan caaisha radiyallahu anha qaalad waxay tihi kaana wuxuu ahaa rasuulullahi sal alay wasalam rasuulku wuxuu ahaa yuutiru mid witriya bithalaatin saddex buu ku witrin jiray laa yafsilu xaal uusan kala qaadayn kala saaraynin baynahunna dhexdooda uusan kala saaraynino ataxiyaad iyo salaama naqsi toona uusan ku kala saarayn rawahu axmed baa wariyay wannasaa'iyu wa lafduhu nasaa'i lafdigiisu waxa weeye kaana wuxuu ahaa laa yusallimu midaan salaama naqsanin fii ragcatay alwitri witirka labadiisa ragcadood witirka labadiisa ragcadood kuwee wa labada ragcadood witir ma noqdaan laakiin waxaa laga wadaa markay saddex yihiin labada hore witirkii bay ka mid yihiin soo ma marka labadaas muusan salaama naqsan jirin mana fadhiisan jirin ee tii saddexaad buu ku daba qaban jiray wey macna tayib sanadkiisa waxaa ku jira xadiidka axmed riwaayadiisa nin la yidhaahdo yaziid ibnu yacfur baa ku jira oo uu leeyahay imaamu dhahabi xuja ma aha daarqutnina uu leeyahy yuctabaru bihi tayib waa sanadka axmed dacfigaasaa ku jira ama lafdiga nasaa'i wuxuu leeyay sheekh albani calayhi raxmatullaahi waa shaad buu leeyahy lafdigan axmed waxaan dhihi lahaa lafdigan nasaa'i waa shaad buu leeyahay oo isaguna ma sugna saasuu ku sheegaya salaatu taraawiixna wuu kaga hadlay asilsila irwaagana wuu kaga hadlay atacliiqaatu ljiyaadna wuu kaga hadlay wasaadulmacaad ka saara waqad dacafa waxaa daciifiyey buu ui xadiidka axmedu axmed wuu daciifiyey isnaadahu sanadkiisa wuu daciifiyey wa in thabata hadduu sugnaadana fayakuunu wuxuu ahaanayaa qad facalahu miduu nebigu sameeyey axyaanan marmar kamaa awtara siduu ugu witriyey oo kale bilkhamsi shanta wasabci toddobada watisci sagaalka kamaa sanadkuru saan sheegi doonabu sheekh yihi adiga waxa weeye xadiiskani ka xadiis ahaan buu daciif u noqon ama mas'alada in saddex lagu witrin kara ah axaadiista horaa ku cad soo ma saas weeyaan tayib haddii ay sugnaato iskama hor imaanayso nebigu hal ragcad buu ku witriyey ama ummaddiisa u banneeyey saddex buu ku witriyey shan buu ku witriyey iskama hor imaanayso maxaa yeelay xaalado kala gedisanoo kulli wada bannaan waay saxaabadaa warinaysana nin walba xaaladuu nebiga ku arkay buu soo wariyey kulligeedna ummadda waa u wada bannaanta awjuhu fara badan
oo salaada loo tukan karo, loo witrin karo, oo kulli nebiga ka sugan waay. Kaad qaadatana waa kii kale waay. Kulli waa kee fadli badan baa laga doodi karaa. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو كورن قال النبي انه يري لا توتروا هويترينا بثلاث صدح كاكو ويترينا صدح ركعات ويتر كا كدينا او تروا وحاس كو ويترسان بخمس شن او امس بسبع تضبا ولا تشبهوا هاسكو شه كو شبهينا بصلاه المغرب صلاه المغرب هشبهينا ويتركينا هو اكيسينا صلاه المغرب كوكله رواه الدارقطني باوري بإسناده بكوري وقال وحونا يلي كلهم رجاشيس حديث كرجاشيس لما انتوت ثقات ورجل وكالسوين وعقل حديث تصريح حاكم وصحيحي على شرط الشيخين ذهبي باكوافقي ابن حجر با في الدراية استقونا التقريري سداسي معنا. طيب حديث كاسي هي حديث تي هورين صامرني ee tilmaamaysay saddexda in lagu wetirin karo wuxuuga waxaad moodaa in daahirkooda ay iska hor imaanaya soo ma ha ila muxuu yiri la tuutiru bi thalathin saddex ku wetirinina sala isku waafajinaya way marka waxa la isku waafajinaya la tuutiru bi thalathin waxa laga wadaa bimaana saddexda markaad ku wetirinayso التحيات أيجو وتلحد كشرها كويترين ومركز كان ين يا صلاة المغرب لفظة مركز راح يسأل ولا تشبه بصلاة المغرب وحيقطع لا لا توتر بثلاث إسوء كانتنا وحي إيمان يسأ مركز صدح رك عضون كويترس الله مركز كت التحيات أفرست هدنا استهكته haddana tixiyad kale la timaado soo soomaayna isuu ekaanin mar ya xaaladda way xaaladda la reebayo xadiistii kale ee aan soo marnay ee banaynaysay saddex in lagu wetirin karana waxay ka hadlaysaa marka atixiyadka dhexda laga tago sooma marka taana halkaas ku saabsan tahay waa banaan tahay markii dhexda atixiyad la geliyana xadiiskana diidan oo salaadii magrib ay ekaanaysaa sidaasi waa jamaca بعض أهل العلم أي دورتين أو كم ذي هاي الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله جمع عاصي مرين شو كان يوحى كلو كان احتمالا إن يسورو بكر طلبة حديث لغو جمعين كريو أما حديث لغو جمعين كريو إن لي لا ذا حريرين تا صد حدا إن لي سلبتو كذا حتى أتحيات كده حدا هبالا قد تقي كراها كجرت نهي غنانا كراها ذا كتوصي إن لي تكذنا ويبنانتا وحديثا صومر مبا كتوصيس حديث هورنا ولبيان الجواز حديث كنينا ولبيان الكراهة ورك أحكام بدنا واحد شرا لقى في عينه مكروه لكن بنان سيدنا واحتمال وشو كان يسوق قرن يوليه ويسرو بكرت إن لقوا جمعية معنا وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت وحيت ركان وحوها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك حديثك وح كروا فايدينيا شن إن ويت لقوا وترين كروا تضمن لقوا وترين كروا محل جو ذا شن إسكو حكتة oon at-taxiyaad lahayn dhexda ku jira baad salaadaada waa ka dhigi kartaa wakadalika toddoba isku xigta oon hal at-taxiyaad u dhaxayn ama salaama naqsi u dhaxayn dhabil axra salaama naqsi uusan u dhaxaynina waad ka dhigi kartaa xadiistan soo dambaysa soo socotaana sii faahfaahinaysa wacan ummi salama radiyallahu canha qaalad waxay tiri kaana wuxuu ahaa rasuululahi sallallahu calayhi wasalam rasuulku wuxuu ahaa yuutiru mid witriya bisabcin toddoba ayuu ku witrin jiray وبخمس شن وكو ترينجري لا يفصل حال سن كلا سارين بينهن دحدوده بسلام سلام نقص ولا كلام يهدل تون حدل يا سلام نقص تون وما دحينين وي اسكو خيغين روى وري احمد والنسائي وابن ماجه وانا حديث صحيح حول. وعن عائشه رضي الله عنها قالت وحي تري كان وحو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم رسول كو وها يصلي مت كذا من الليل هبينك حقيس 13 ركعه كو 10 ركعه يوتر حال او وترينيو ها ها وعندي لا صدعه مرقعه. طيب كان وحوها يصلي مت كذا من الليل 13 ركعه صدح يتورق عدود يوتر حاله ويترنيا من ذلك ارنك حالي كم يديهم بخمس شن كم اذا سوى كويترني لا يجلس يسوقهم فريسانين في شيء شيء دحدي ومنهن شنت كم الا في اخرهن اخر كوضا قدام دحدي سينو فريستموي متفق عليه. طيب وحيفا اذن
in shan ragcadood oo isku xigta oo hal attaxiyaad leh inuu witirku noqon karo, ama ragcado laba laba aha ka hormareen, ama salaadaada witirka habeenkaa tukanayso dhan shantaa isku xigtaba ka dhig, waad heli kartaa. Saas macna caisha meeshan waxaa ka muuqata in ay warinayso 13 ragcadood salaada habeenkii nebigu inuu tukan jiray. Xadiiskii kalena soo sheegnayna muxuu ahaa? 11 ragcadood. اعتبار واعتبار واه اعتبارات مختلفة ويو وحي ليه مركي صدح يطوان كلادة أما وحي كود ريسا مركو صلاة هبين كي إسو تاقيو انتو سن صلاة دير قلين لورق عضوض وفضود وخفيفة يكهر مرينجري صلاة ليلك صدح يطوان مركي لادة لوضع سيكو حسابي نيس أما وحي دعي كرتي ليه سيدا صوصع تمركو صلاة دي سهبين كي دميو oo uu dhammaysto witirkana tukado buu laba ragcadood fadhiga ku tukan jiray, labadaa ka dambeeya inay ku daraysan waa dhici karta. Waxaa kaloo dhici karta salaada cishaha kadib sunnada ka dambeysa labadaa inay ku daraysan waa dhici karta. Ixtimaalaad adigu waxa weeyaan markay 11 tiraahdana sibay ka wada, 13 markay leedahana sibay ka wada. Saas weeyaan isma diidays xisaabta unbay kala duwaysa oo kolba si u xisaabinaysa, kolma waxa way ku daraysaa marna way ka jaraysaa. Waan Sacad ibni Hishaamin أنه إسقو قال وحر لعائشة عائشة وحر كير أنبئيني إيغا ورن عن وتر رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي وتر كيسي إيغا ور سيبوت كنشر فقال ذو حيتري كنا وحن نحن نعد قوى الديارية له إسقو وحن نؤد ديارين كنا سواك وعدي عدي جيس وطهوره إي بيها وقطهار قادني ويسدي سي استجدي سنو أود ديارين كنا فيبعثه الله الله صوك إن يمتى شاء أمرك الله دون أن يبعثه إنه صوك من الليل هبينك حقيس أما هبينك قارك وسيحنا يا مرك إلهي أهرده كالصوك عيو ويو صوك عيني فيتصوك مركاسو عذا ينشري ويتوضأ ويسيسنشري ويصلي وحو تكنشري 9 ركعات سقال ركعضات لا يجلس حال سنفي فريسنين فيها سقال كالركعضات دحضات إلا في الثامنة ميدة سديدة دحضات مويل مركو تسديدات دمي أيو التحيات أفضل سنة فيذكر الله مركز الله حصية فرق ويحمده ومهدنية ويدعوه وبرية ثم كذبنا يسلمه سلاما نقصنا يا تسليما سلاما نقصي ويس ثم كذبنا ينهض واستاق يا وهنقنية ولا يسلم من سلاما نقصنا مركو فرق عسي حمد يذكر يدعاء كلي ماد أسقون سلاما نقصنين بوتي سقالات استاغي ثم كذبنا ينهض واستاغي وهنقنيا ولا يسلم من سلاما نقصنيا ثم يقوم واستاغي فيصلي وحو تكنيا التاسعة تي سقالات طيب ثم يقعد كذبه فريسا فيذكر الله إلهي بحسن ويحمده ومهدينيا ويدعوه وبريا ثم يسلمه سلاما نقصنيا تسليما سلاما نقصي ويسمعنا ونمقشيني مركا وقاب يدا 8 ركعات isku xigta tukan Soomaa markaasad atxiyad fariisano iska duceysano Ilaahay mahadino meshi aad salaama naqsan lahayd ma salaama naqsanaysan marka fadhiga markaad ku dhameysato ducada iyo waxaas baad hadana istaagi ragcad 9 baad la iman waad fariisano waad atxiyasa waad salaama naqsan waa 9 ragcadood oo 8na israacsanta هل التحيات ماشي كوتشرو رقعد دم باللو استاغي هل التحيات دي بلا قليمي دو كالي لا سلام النص وقاب طيب ثم كذبنا يقعدو فريسان شري فيها ثم يصلي وحو تكن شري ركعتين لو رقع دود بو تكن شري بعدما يصلي مركو سلام النقص هذا كذب وهو قاعد نسقو فريه طيب مركو سقال كاسا اوتو كذو ووتر كيسا نميست انتو فريه هدنا وحو تكن شري لو رقع دود فتلك تاسي وحي تري 11 ركعة وكوية 10 ركعة يا بني ويل كيغيو فلما أصن مركو الدقوبي رسول الله صلى الله عليه وسلم أود أوبي وهو أخذه أوقبتي اللحم هيلب كي أو هيلب فولي أو ترى وحو كوي تري بسبع تضبو كوي تري كوي تون صوما هين حقاوا عصلا دي مركن تضبو كدي وصنع وحو سمي في الركعتين لوذي الركعات مثل صنيعي سمين تيسي وكلا الأول إهري ولا بدي رقع دوت ولا بدي ويتر كدن بي مركو تضبادة تكذي كدب وقود لما يستي بو فرق اللي ورقع دوت دنو كتو كدي فتلك تاسي 9 وسقال مرك لودا مرك دوغ يسوا سقال يا بني يويل كيجيو وكان وحوها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول وحوها
إذا قرتي صلاة وتكذا صلاة صلاة يحب متعلبها أن يداوم إنه دائم عليها كركد وكان وحوها إذا قرتي غلبه وكتم بطه نوم هردو هردو مركي كتم بطه وهردو لتكت أو أما سوجع أما حنون وحنون درتي وصلاة لتو كان كريوها هبينك عن قيام الليل هبينك استاجي سيهضي وكتم بطه ويكغالي من غضان صلى وتكنجر من النهار ما انت حقد ثنتي عشرة ركعة لبي التمر ركعة دود بتكنجر بمعنى صلاة دي هبين كي لافتا وتر كاهي أيوم مال النمدة تكنجر برقنك لكن وتر كي أمبا لأن مال انت وتر ماله وتر كي بركعة كلا للراعين يا سي أي النقطة شفعي النقطة ساسو سمينجر ولا أعلم ما أجيب إلى الرسول الله صلى الله عليه وسلم الرسول الله أو قرأ أخري القرآن قرآن كأخري كله دمانتي في ليلة هل هبين أخري النبي جو هل هبين قرآن كأن كنت كذي أما وذا أخري ما أجيب ولا قام أسجو استاجين ما أجيب إلى ليلة هبين هبين لن أسجو تجناء وصلاة تجناء ما أجي حتى أصبح إلى كوابريست قارب تكنتري قار نواس عنتري ولا صام اسقو صومين ما اوجبت الشهر بالكامل او دمايستر غير رمضان او رمضان اهي بالان رمضان اهي دمايستر اسقو صومي يدنا ما اوجبت روح اوري احمد احمد اوري ومسلم وابو داود والنسائي وفي روايه وحا كسغن لي احمد احمد سغنات والنساء والنسائي وابي داود نحوه حديث كامل لمد وفيها روايه وحا كيم فلما أصن مركو نبي قد قد أوبي وأخذه أوقبت اللحم هلبك أو ترى وحكو تري بسبع ركعات تضبر ركعته لم يجلس لود تضبر ركعته ولم يجلس أوسن فريسن إلا في السادسة مدة لحد لحد هذا والسابعة يمد تضبر لحد هذا موي معنا مع الجو ده تيان صامر نبي صامع تي لحد مركو دم ييجي بو فريستي فرديك يسقون سلاما نقصنين بو هذا تي صدبات وكعي مركو كفر يستيب ومركة التحية صدو سلام النقص ولم يسلم من سلام النقص إلا في السابعة مدة صدبات لحد دموي وفي رواية رواية لو حكسوا وفي رواية النسائي النسائي رواية لو حكسوا قالت إن عائشة فلما أسن مركو دؤوبي وهو أخذه اللحم هلب كفولي وقفتي صلى وحوت كذا بسبع ركعات تدبر ركعات لا يقعد حال سنفريسن إلا في آخرهن مدة قدام بيس لحد دموي أوسن سيكل أفريسني طيب لما أنتظ أرباض الروايات كاسونا وحال الصعودة وصلى ركعتين وهو قاعد بعدما يسلم لوضع ركعة ضوضي كدن بيا وترك وترك مركو كبح كذب وفرق كنت كني لما أنتظ والشيكي سيدا سويا معنا طيب حديث كاسي مركو وحديث سوغن وحانا كنت جاي سيدا إيضا أحمد إي أوزاعي ها خاصة وترك كذب لوضع ركعة ضوضي فرق اللي قلت كني أي وحى مري أو قاتي الإمام أحمد يا أوزاعي وحكى له الرجح يا الإمام النووي عليه رحمة الله ولما أنت وضح إليهن لوضع ركعة ضوضي وترك كذب بيا والتكن كره النبي جاي بكل سوين بلي طيب الإمام مالك يغير كيف كره يستوح إليه وترك إن صلاة لقدم بيسية ما هي حديث كي وحى شرة اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترن سلادي إنها بينك أتوكان إنسان آخر كذي جب جبده إذا وتر كذيك مركو وتر كي هدي له تكذا إن سلاد لقدم بيسية مايا هالكاس يستعجي وحينو كجها اللي دونا سيد الله يسوع فتشنا يا حديث كان يا حديث كاس حديث كاس ينص صعد الله وتراني في ليلة كاس عن كجها دونا إن شاء الله تعالى إسقاط فتشن دون نعم هذه السنة يا إنونا يمان دونا إن شاء الله أباب قوني وكوني دونا وتر كها بينك هتوك رافيا سلاد ها بينك إن مارنكي لقلين كرو ودي بات كلا إيمان كرتو كذلك حزب جاقة قرآن كهدي يبينكي قرآن فوها كذا وصوص على باب كاس باب وقت صلاة الوتر والقراءة والقنوط فيها وحباب يها صلاة وتر كوقت كذا إيا وحال الأخرين أيو إيا قنوط كوتر كالحدي صلقو قنوضا ولقود عيسو عن خارجة بنت عن خارجة ابن حذافة قالوا حول خرج وحصبح علينا كرك النبي من وصبح صلى الله عليه وسلم ذات غداة صباح فقال مركز وحول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أمدكم الله ألا وحيدين سيادي وإذن كالمي بصلاة صلاة هي يضب خير خير بدن لكم إذن كإذن خير بدن من حمر النعم قيل متكي سعس عس إذن كخير بدن حوله هذا واقس إذا قنشرين قيل عس عس باقوقار السنانشر
saas daraaddeed bay axaadiistu ku imaanaysa adduunyada ka khayr badan. qulnaa waxaanu nabi yidhi wamaa hiya, maxay tahay salaadaasi yaa rasuul allah rasuulka ilaahi? qaal wuxuu yihi alwitru, waa witirka habeenkii. fiima bayna salaati alcishaa ilaa طuluuci alfajr, oo inta u dhaxaysa salaada cishe ilaa fajarka dhalashadiisa inta u dhaxaysa. rawa alkhamsatu baa warisay ila nasaai anasaai mooye, xadiisku waa daciif. sanadkiisana waxaa ku jira nin la yidhaahdo cabdullaahi ibnu raashid azuufi iyo cabdullaahi ibnu abi murat azuufi, zuufiyaanka labadu waa laba ninoo majhuulaana wa. saas daraaddeed ba xadiidka waxaa daciifiyey alimaamu albukhaari ibni xibaan sheekh albani, saas way macnaha. laakiin xadiisku intiisa kale waa sugan tahay qaybta dhahaysa wahiya khayru lakum min xumri nacam, intaasaa daciif, intaasi markay la socoto buu daciif yahay. intaasi waxay ku soo aroortay labada ragcadood ee fajarka ka horreeya, ama inay halkan ku timaado daciif waay. siyaadadaasaa xadiisku daciif la noqonaya marka. طيب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت وحي تري من كل الليل هبينك دمان هبينك هبينك دمانتي حقيسة قد أوتر ووتري رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل تناسيف سيريس هبينك باللوغي سنبي قوى كوتري عشاء مركو تكذي كذب بأنت الصحنين وتر كوتو كذي وأوسطه هبينك دحدي سنة وكتو كذي مركو هبينك برتمها مرأي وآخره هبينك آخر كيسي حقيسة دمان وكتو كذي فانتهى ورماضي witirhu nabiga witirkiisu wuxuu ku ekaaday ila saxari ilaa suxuurtu ku ekaaday xilliga hiraabta ee waagu baryayo baa witirka nabigu ku dhammaaday. rawahu aljamaacatu baa warisay xadiiska wuxuu inoo sheegay iyo ka horaba cishaha laga bilaabo ilaa waagu ka baryayo waa xilliga la tukado salaada witirkiiyo habeenkii la tukado markuu waagu baryayna dhammaanaysa. سيدنا سيدي فايدين سواء سيدة جماهير العلم أي قضاء ومعنى. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري أوتروا وتريا قبل أن تصبحوا أنت إذا وابريسن. رواه الجماعة باوريسي إلا البخاري وأبا داود أبو داود البخاري موي. وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم نبي وحكور قال النبي إنو يري أيكم كيني خاف كبق ألا يقوم إنو سن استاج من آخر الليل هبينك آخر كيس إنو استاج وايو كيني كبقية وردد ككي عكري واه فليوتر هاوتريو ثم كذبنا ليرقدها صح intuu san seexanni ba witirkiisa ha tukada haddaad ka baqaysana soo kici wey. waman wahiqa ruuxii kalsoonaada biqiyaamin istaagid ku kalsoonaada, kalsooni ku qaba inuu istaagi doono min aakhiri leyli habeenka aakhirkiisa, falyuutir markaa hal witriyo min aakhirihi aakhirkiisa markaa ha witriyo. haddaad kalsooniya qabto inaad soo kici kartana habeenka aakhirkiisa witirka ka dhigo, maxaa yeele fa ina qiraa'ata aakhiri leyl, habeenka aakhirkiisa qiraa'ada la akhrinayo salaada la tukanayay محظورة ومثل الصوحة حاضرة يوي محظورة يعني وحى صوحة حاضرة يا ملائكة يو يعني وحى ويان إله عيدا كيسا إيماني. وذلك كاسان أفضل فضل بدن تاسان فضل بدن. رواه أحمد باوري ومسلم والترمذي وابن ماجه وعنو فايدي هذا يعني هاد سلي هذا مسو كي كرتين نجيلين كهرباء اسكتوك انت هذا ساحان انتوك ويتر كاقا قاع كاسي كتب نتوك اسكتسح هذه كلو تسوكي اسلي هذا هينجيلين كدنبا فضل بدن xilligaas la iimaanayaa Alla tabaaraka wa ta'ala laftiisa oo samadan saka u soo dagaya habeenka markay laaban tahay saddex meelood meel thuluthu layl al-akhir markaas rabbi wuxuu leeyahay tabaaraka wa ta'ala yaa iweydiistoon siya yaa ibaryoon ka aqbala yaa toobad iweydiistoon ka toobad aqbala marka xilligaas ayaa fadli badan wadaalika afdal marka waqtiga hadaad heli karto وهذا هو دير الله نوي. وعن ابي بن كعب قال وحور كان وحوها رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوحا يقرا من اخريا في الوتر وتر كدحدي سوح اخرين شري بسبح اسم ربك الاعلى وقل يا ايها الكافرون وقل والله احد وما غور ما مركو وتر كو يهي صدح ركعدود صدح ركعدود سوراها سكول اخرين شري. رواه الخمسه طوبى ورس الا الترمذي عراقي با تصحيحيه ابن حبان يا شيخ الباني انتم وللخمسه الشنت يوسقنا هذا حديث إلا وللخمسة الشنتي وحا أسقنا هذا إلا أبا داود أبو داود مو مثله حديث كان مثل من حديث ابن عباس حاله سقنا صحيح. وزاد وح الزيادة أحمد والنسائي في حديث أبي وحيكو سياديا فإذا سلم مركو سلاما نقصده قال وحوليه جري سبحان الملك القدوس ثلاث مرات بسداده جري سقنا صحيح من حديث أبي بن كعب نبي قد مركو سيدا صدح ذرك عدود تكذو مده أقود بيس أورد مايو سبحان الملك القدوس بولي شيرة صدح قر ولهما وحا أسوق نادي وأحمد النسائي مثل حديث كامل لمدة من حديث عبد الرحمن بن أبزا
وفي آخرهنا وحا كيمد ورفع كربو أقاضي صوته صوت كيسا بالآخرة مدى أقود دمبيس مدى أقود دمبيس واتي مدى أقود دمبيس وحا لقوة دا سبحان الملك القدوس صدح قربو الله يزمان له صدح دو دا أقود دمبيس أيو كر أقود واقي جر سبحان الملك القدوس ساسو معنا حديث كازين واحد صحيح. وعن الحسن بن علي رضي الله عنه قال وحي علمني وحى إبري رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك وحي إبري كلمات كلموين بو إبري كلموين كاسو أقولهن أندها في قنوت الوتر وتر كدعاء سدحت إذا أندها يعني وتر كمركة لما يستطو قبا قبا ديس أيا للدعاء أو لقنوضة قنوت كاسي مركة دعاء سي أيو نبي إبري بولي حسن واك اللهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت سيدنا إبراهيم اللهم اهدني إله يهنوني فيمن هديت أضمد الهنوني سيد لحظة يهنوني وعافني إعافي فيمن عافيت كوى العافي لحظة إعافي وتولني الله ويتشعلو ويقول لي ويهي لي في من كوات نحضو توليت أتكولي يلت وبارك الله وبركي لي أنك فيما أعطيت واحد إسيسين إي بركي عرور إي حولو إي عمر إي علمي إله إي بركي وقيني الله وإلالي شر ما قضيت واحد حكنتي شركي سنة إيقا إلالي يعني قضاك يا مقضي قاد حكمت وحي شرنا إله إلى إلال يا شركيس معايا فإنك أذوق التقضي واد حكمت أحكامت أدون كان كصحت أذاك قاله ولا يقضى لما حكم عليك كركاك عيد أمر كقوله أمر كصاري كرتوك حكومي كرت أذيك مجر لكن خلقك أضع وضع حكمة إنه أمر يشاني لا يذل مد اللوب من واليت عيد أتكولي يلتو عيد أتسورنا ويستوت شعلاتو كاسي مرنا دلوبي ماي ولا يعز معزوبه من عاديت عدة لعلود عدة معذود لعلود أنا أدوني آخرته أنا عزوبي ماي تباركت واتكر مرتي واتسرم مرتي خير كعابتي ربنا ربك أنه وتعاليت تباركت واتخير بضتي ربنا ربك أنه وتعاليت واتسرم مرتي روى الخمسة شنتي باوريسي حديث كاسي واحد صحيحة وحصحيحين ابن خزيمة ابن حبان شيخ الباني ترمذي نواصح وتحسيننا وانا يعني وحويان دعاء قنوت كوترك بالمناسبة قنوت كاسي وترك كسو أروري أي قنوت كصلاة الصبح كسو أروري ما سمينا زومرين صلاة الصبح قنوت كذا إن لقدو تصنع حكمهان طيب قل يها السقامرك وشافعية كم بدهين قنوت كان يكو قنودان صوما لكن وحديثه كتوصى يوصغان مجر قنوت كاني كي صلاة الصبح إنوي قنوت كاني وحو كسو أبو روي أرو روي إنوي هاي قنوت كي وترك هل قاسو كو إيمانا يا مر ساسوية أما حديثك كدك صلاة الصبح وضعيف وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك كان وحوها يقول ميدي لهذا في آخر وتره وتر كيس آخر كيسية دمات كيس وحو ليه اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك ولا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم الله إني أنا أعوذ وأن مجنجلي برضاك رضاها أن مجنجلي من سخطك عرضا ذن كما جنجلي وبمعافاتك عفنت ذن مجنجلي من عقوبتك عقوبة ذن كما جنجلي وأعوذ وأن مجنجلي بك أذن كما جنجلي منك أذن كما جنجلي صوما السجاد كعرري السجاد نكو عرري صوما استجد مجنجلي استجد نكمل مجنجلي حالا جودا عدديس يعقوبديس يعذاب كيس آيات كعرريو نحريستيس يرضيه سات كعرري استجد لا كعرري استجد لا كعرري لا أحسي مكوب كرثناء أمان عليك كرك أجان أمانه أنت أدوك كما أثنيت ساد أمان طيباته على نفسك النفط هذا كرك هذا أمان ساد يسوء أمان طيباته عيد أمان هذا كيني كرتو كوبي كرتو ما شرتوه روى الخمسة شنتي باوريسي وسند كيسوا صحيح الشيخ الباني وتصحيحنا يا ترمذنا وتحسيننا يا وحو كتوسا يا أدعيذني يا أذكارتني إن يهين أذكارتي وتركا طيب بالمناسبة ماشي أنت أنك قد بين وتركا أما التراويح ده النقض
ama taraawiixda qeyrkeed ha noqdo ruuxu keligii ha tukanayo. Witirka ducadiisa in aad loo dheereeyo oo muddo la taagnaado, sida hadda xaramka laga sameeyo, masaajid badanna usoo gudubtay, witirkaa lagu xeel dheeraanahayo wax sugan maaha. Witirka adciyada nebiga ka suganaa witirka uu samayn jiray waa adciyo kooban. saas daraaddeed baa sheekh Bakar ibn Cabdallah Abu Zayd calayhi raxmatullah kitaabkiisa Tasxiixu Ducaa wuxuu leeyahay in la dheereeyo qunuudka witirka ducadiisa aad loo dheereeyo. Wuxuu leeyahay waa bidco aan sal lahayn. Marka waxa weeye jawaamicul kelimka in lagu gaabsado waa sax ah, kelimaad dadka khayrkiina u ururiya aanan daalinina. Laakiin ragcaddii in la taagnaado sida xaram ka dhacdo kale, habeenka la yidhaahdo khatmi, habeenka saddex iyo maxaa la yidhaahdaa saddex iyo maya toddobaad labaatan iyo toddobada leylatul khatmi baa la dhahaa xaramka, sudays baa lagu sii daayaa habeenkaas. Markaasuu intuu qabsado ayaaba marka qaarkood habeen waxaan taagnayn afartan iyo shan daqiiqaan taagnay, afartan iyo shan daqiiqo duco aan kala go-ayn. Markaas dadkii qaar fadhiisteen, qaar iska tageen, la rafaaday. Marka yani usluubka noocaasoo kale ah dadku ducada waa iska jecelin, waana marqaama hayaan. Laakiin wax walba waxay ku fiican tahay in sunnada nebiga la waafajiyo sallallahu alayhi wasallam. Ducooyin kooban dadkana anfaca, aanan ku dheeraynin sidaasaa sunnada. Hadaw billahi tawfiq, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.